المشروع فعلا مشروع متميز، الطلاب كان شغلهم متعب جدا بالنسبة لهم. مستوى هيك مشروع عادة بيكون أعلى من مستوى طلاب، لكن مع هيك طلابنا اشتغلوا بشكل احترافي، بقدر أقول أنه اشتغلوا بشكل احترافي، ولاحظتوا أنه الشغل كان كتير نظيف. التقاطع اللي اشتغلوا أنه اشتغلوا الجزء الإنشائي والجزء الصحي والجزء التكنولوجي، هاد بيكسب الطالب خبرة كتير ممتازة إذا طلع اشتغل بالشباب بشكل عام. يعني إذا نزل على السوق فهو قادر يوقف على رجليه وقادر شو ما أجا شغل يقدر يشتغله. مشروعنا عبارة عن دراسة متكاملة لمشفى هانوي، دراسة 4 أقسام طبعا، إنشائية وإدارة وجيوتكنيك وبيئة. جيوتكنيك يعني دراسة التربة والأساس المبنى، البيئة دراسة تمديدات المبنى الصحية والصرف الصحي طبعا، والإدارة هي عبارة عن دراسة زمن المشروع ومراحل المشروع طبعا وكميات المواد. المشفى نحن بما أنه درسنا 4 اختصاصات فاحتجنا تقنيا نقدر ناخذ منها المعلومات ونعدلها بسرعة. فأول شيء عملناه وقت الدراسة نحن أنه نمزجنا نموذج على البيم، نقدر نحن ناخذ منه المعلومات ونشوف إذا كان في تعارضات ونقدر ندمج كذا اختصاص بهذا النموذج. النموذج كتير ساعدنا، كان في مشاكل موجودة بالمشفى الأساسي، هلأ حاليا هو وقت صمموه بال2009 بمخططات كانت بس ثنائية الأبعاد. نحن وقت اشتغلنا صار معنا البعد الثالث، صار يبين معنا أمور ما كانت واضحة للمهندسين اللي صمموا المشفى الأساسي. مشارك مشفى هانوي الدولي، نحن بنفتخر اليوم انه تخرجنا من كلية الهندسة المدنية رغم كل الصعوبات اللي نحن عم نواجهها كطلاب. تقنية البيم هي انه نحن نوصل لنموذج بناء نعرف فيه مكان الحنفية، مكان البريز، مكان تمديد الصحية، مكان تمديد الكهرباء بشكل دقيق بحيث يسهل إدارة المبنى فيما بعد سواء كصيانة. استخدمنا فيه عدة برامج وتقنيات جديدة أول مرة بستخدمها بالكلية. من ميزات هاي البرامج انه نحن كنا بعاد عن بعض انا وشركائي، لهيك اضطرينا نستخدم كلاود كولابوريت منشان ننسق الشغل بين بعضنا وكل واحد عم يشتغل ببيته. فساعدتنا كثير هاي بالتواصل مع الدكاترة كمان، والدكاترة ترجع تشيك ورانا وتصحح لنا، وكان في تعاون كثير كبير من دكاترة الكلية ودعم لنا بهاي الفكرة.